يعطيكم العافية. اليوم بدي أحكيكم عن موضوع كل التجار هلأ عم يحكوا فيه. كل مرة عن تاجر بقلنا غلي الجمرك غلي الجمرك، خصوصي اللي بيشحنوا من الصين. هون في هنت صغيرة لازم كلكم تعرفوها، انه الشحن كنا ندفع الشحن الكونتينر من الصين 16,500 دولار، هلأ اللي عم ندفعه هو تقريبا 5,000 دولار بس. فإذا الشحن رخص بمعدل كتير كبير قدام الارتفاع البسيط للجمرك. عشان هيك ما حدا يضحك عليكم ويقلكم انه غلي الجمرك وهلأ البضاعة غليت وكذا، لا بالعكس، البضاعة كلها رخصت وما غليت، او فينا نقول انه بعد نفس الشيء بانخفاض بسيط، بس ما فينا نقول انه غليت. نحن بالنسبة لسيانسي ليبانون اسعارنا كلها بعدها مثل ما هي، ما تغير شيء لا من قبل ولا من بعد، ما زدنا عزيادة الجمرك. الشيء اللي منجيبه على رخيص منبيعه على رخيص، الشيء اللي منجيبه على الغالي منبيعه على الغالي. يعطيكم العافية.